قلبي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب. يستقبل الوداد الرياضي لكرة القدم نظيره سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل الساعة 8 ليلا في مركب الكبير لمدينة مراكش ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ومن المنتظر أن تشهد صفوف الوداد الرياضي غياب كل من أمين فرحان وأيوب العملود بسبب الإصابة، وكذلك سيستعيد المدرب عادل رمزي خدمات جمال الحركاس الذي غاب عن المباراة الأخيرة ضد مولودية وجدة برسم المؤجل السابعة من البطولة الاحترافية بسبب عقوبة الإيقاف. وسيكون النادي الأحمر خلال هذه المواجهة مطالب بتحقيق نتيجة الفوز أمام النادي التنزاني، خاصة بعد تلقيه هزيمتين في المباراتين الأخيرتين في دوري الأبطال. تجدر الإشارة إلى أن المباراة بين الفريقين ستجرى يوم السبت المقبل بدءا من الساعة 8 ليلا كما سبق الذكر على أرضية ملعب مركب مراكش الكبير. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب.